الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. أهلا بكم. برا الممثلين بيحبوا قوي يبينوا قدرات الطب عادي وما يكسفوش من ده. النهاردة هنقرب من عالم تجميل الأسنان ونعيش مع الفينير والزراعة، نعيش مع الاستعاضة، نعيش مع التصحيح لعيوب الأسنان مع ضيفتي العزيزة، واحدة من نجوم عالم طب الأسنان اللي بتسعدني بحوارها دائما وبتمتعنا بأساليبها الرقية يعني الرقيقة في الشرح والتفصيل لفعاليات يوم في أجندة طبيب أسنان. ضيفتي العزيزة دكتورة إسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان، صاحبة دبلومة الأسمرية لزراعة الأسنان من جامعة سيفيا، ماجستير جراحة الفم والأسنان من كلية طب الأسنان قصر عيني. ضيفتي العزيزة، أهلا بيك دكتورة. أهلا بيك دكتور أيمن، وحشني خالص خالص. ربنا يخليك. الأسنان بتشد الحين قوي. هو فعلا شكلها قبل ما تعمل سنانها كأنه فعلا فيلم رعب. فيلم رعب. ديمي مور. فعلا شكلها سبحان الله. وعلى فكرة الموضوع ده حله سهل جدا، كل القصة انها هتحط تزرع سنة مكان المفقودة بس كده، ولو المسافة صغيرة هتفتح السنان ديت بالتقويم وهتظبط المسافة السنة اللي مفقودة زي السنة اللي موجودة من حيث الحجم، وتقوم حاطة الزرع مركبة عليها تطلع جميله كده. بس هي فعلا فرق كتير، فرق كبير. بس ما شاء الله سنها يعني ما تصورتش ان هي تجيب حاجه 60 سنه. لا كبيره. دي ميمور من الممثلين اللي كانوا بيمثلوا في التسعينات، وكانت نجمه كبيره في التسعينات يعني مختلفه. يعني كانت اعلى ادوارها يعني، وهي صغيره كانت اكبر من وهي كبيره. يعني بيجي يشوف شكلها ده دلوقتي تديها ايه 35 سنه. فعلا. مش حاجه و60 يعني. لا واحد مخه ما يجيبش انها حاجه و60 صراحه. الفينير طفره في طب الاسنان، في تجميل الاسنان طبعا. الفينيرز طفره، والفينيرز التكنولوجيز الجديده بقى طفره اكتر، ان انت بتعمل حاجات، بتعمل حاجه اسمها التصميم للابتسامه، بتقدر تعمل الحاجه مطابقه لشكل الوش او ماتشنج مع شكل الوش مع لون بياض العين. بتبقى على فكره الفينيرز ما هياش اسطمبه بتحطها لده ولده ولده، يعني احنا بنعمل الراجل ما بيجي يعمل فينيرز شكلها غير الفينيرز بتاعت الست. لما بتعملها في سن متوسط غير لما بتعملها في سن صغير او سن كبير، الموضوع مختلف. يعني مثلا الكيس ديت كانت راح الدكتور عمل لها ابتسامه هوليود حقيقي، وعمل لها طرابيش، وعمل لها حشوات في الاسنان الاماميه علشان خاطر يظبط شكلها. طبعا بعد ما عملت الابتسامه هوليود اللي هي عملتها ديت، طبعا جت هي متضايقه جدا. فاحنا ظبطنا بقى كلمه ابتسامه هوليود، او ظبطنا الشكل توتالي. طبعا احنا لازم هنطول الاسنان، تجميل اللثه. وعلى فكره انا عملت كذا فيديو ونزلتهم يا جماعه، اللثه مظلومه فعلا. اللثه هي المفتاح اللي هيدخلك للجمال، لازم اللثه يتعمل فيها تعديل لو محتاجه تتعدل، لازم نظبط المستوى بتاع الاسنان، لازم تبقى نازله كلها فستونات، لازم تبقى شكلها حلو علشان هي دي اللي بتظهر شكل الاسنان اللي انت عاملها. يعني لو عملت فينيرز اي ماكس وعملت حاجات عليها حلوه جدا، ممكن تعمل عليها حاجه زي بيلد اب وترسمها وتطلعها فيها ترانسليوسنسي جميلة جميلة جميلة، كأنك بترسم سنة طبيعية بتاعت حد عنده مثلا 20 سنة، بتطلع في منتهى الجمال. بعد كل ده هيبوظ لو اللثة فيها مشاكل، لو اللثة ورمة ومعبية دم وكل شوية تقعد تنزل دم، ده شكل مش هيبقى حلو خالص. لو اللثة الليفل بتاعها يمين مش زي شمال، أو كل سنة بمستوى، بوظت كل الشكل التجميلي اللي انت تعب نفسك وعمال تعمل فيه. اللثة والتقويم، بس التقويم بقى خليه في وقت تاني. الاثنين برانشز محدش بيجرؤ يجي جنبهم. عارف ليه؟ سبيشاليتي حساسه. مش اي حد هيعرف يظبط النص دايره والفستونات بتاعه اللثه بالشكل ده. محتاجه حد بروفيشنال زي الريشه الفنان دوت، ماسك ريشه وده ماسك ريشه، ده طلع لك لوحه عالميه الناس كلها بتتكلم عنها عشرات السنين، ودوت عمل رسمه انت طبقت الرسمه ديت ورميتها، او طبقت اللوحه دي ورميتها.
اللسة والتقويم الاثنين عايزين ايد حساسة، عايزين مخ كويس، عايزين حد بروفيشنال ايده حساسة ومعاه خبرة. كتير من الناس ترتبك ما بين الفينير والكراون، مش فاهمين. وبرضو في الاختيار الناس ساعات تيجي تقول لك انا عايز اعمل فينير مش عايز اعمل كراون، او انا عايز اعمل كراون. ما اعرفش هم بيجيبين الخبرات دي منين، هم بيقرروا؟ هم فعلا بيقرروا. ما اعرفش جايبينها منين الخبرات، يعني بيبقى مثلا صاحبتها. طب اقول لك على حاجه غريبه قوي. النهارده جات لي حاله بنوته عندها 21 سنه جايه تعمل فينيرز. من ضمن الحاجات اللي انا نفسي الناس تبقى مستوعباها، ما ينفعش المريض يبقى هو المريض وهو الدكتور وهو الحكم وهو كل الناس، وما ينفعش. المشكله لقيت عندها ايه؟ لقيت عندها 21 سنه، لقيت عندها اسنان لبنيه لسه ريتيند في بقها، ولقيت لسه باقيه لسه باقيه، المفروض انها تختفي تختفي بتقع بتقع يعني ما تبدلتش. وعندها سنان مفقوده اصلا، يعني السنتين الجانبيتين دول مفقودين اصلا. لا يمكن تعمل فينيرز، لا يمكن، ما فيهاش كلام. فالعيان ما ينفعش ياخد قرارات مع نفسه. هقول لك على حاجه بس وبعد كده ارجع لك على قصه المريض. الحاله ديت مركبه كراونز شكلها مش لطيف خالص، ولو تاخد بالك من فوق الكراونز كلها مفتحه بتدخل اكل، ما بين كل طربوش والتاني في مسافه بتضايقها جدا. حط على كل دوت الشكل الريحه، سيبك من التكنيكال، الحاجات التكنيكال عشان دي عايزه دكاتره، لكن هي كمريضه بتشتكي من ايه؟ بتشتكي من شكل وريحه. العيانه دي لازم ندخل فيها في الجزء المظلوم اللي هو اللثه. لو تاخد بالك اللثه كلها سطر سطر 1 كده بالعرض، مفيش اي شكل جمالي في اللثه خالص. ده بيقلل قيمه الشغل، حتى لو عملت اعلى حاجه قيمه الشغل وشكله ما بيكونش احسن حاجه اطلاقا. الحاله ديت هي نفس القصه، بس هي عامله يمين وعامله شمال، فانا جبت لك الصوره من كل الاتجاهات عشان تتصور الحاله ديت شكلها ايه. ودي جايه من عند دكتور، يعني دي جايه مشتغله اسنانها، دي جايه عامله اسنانها. فانت متصور لما انت تكون عامل وتطلع النتيجه كل سن لون فراغات كبيره. طب انت عارف الدكتور دوت ما عرفش ايه في الفراغات ليه؟ عشان الريشيو ما بين الطول والعرض، ما رضاش يعمل الطربوش عريض قوي، يبقى عامل زي البلوكه كده بتاعه الطوب، فاضطر ان هو يصغر الكراون علشان يطلع الشكل بتاعه مش كبير، فعمل فراغات. فهو مش عارف الكاتش بتاع المشكله دي منين. الكاتش بتاع المشكله دي لسه. الحاله دي عملت تجميل في اللثه، حط قفلنا كل الفراغات، ظبطنا العضه بتاعتها، اشتغلنا كلها اي ماكس عشان تطلع اللمعه دي والشكل ده. اللثه نفسها عملنا فيها غير التجميل، عملنا توريد، يعني خلينا لونها وردي، ما يبقاش لونها فيها جزر او باتشز رمادي او بني او 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 منقطه، ده كله اتشال. لا، احنا غيرنا الشكل توتالي. فالحمد لله الحمد لله فرقت كتير. نرجع للفينيرز. الفينير ولا كراون؟ كل حاجه وليها حاجه، يعني كل حاله وليها حاجه. كل حاله. انا نفسي الناس توصل لها معلومه ان كل بني ادم هو حاله منفرده، ما فيش اتنين زي بعض. يعني انت نفسك لو عندك طفلين والاتنين ولادك، هل ده كوبي من ده؟ لا، لا يمكن. يعني دي صعبه صعوبه مش طبيعيه. كل واحد ده بيحب حاجه وده بيحب حاجه، ده ليه شكل وده ليه شكل. البني ادم كحاله طبيه تشخيصيه ده ليه حاجه وده ليه حاجه. يعني انا قبل كده جالي اتنين توأم، واحد قلت دوت هيدخل يعمل تقويم، واحد قلت دوت هيدخل يعمل فينيرز. ده حاجه، والاتنين توأم. مفيش حاجه اسمها هو خطه علاجيه منطبقه على كل الناس. يعني النهارده بقول لحضرتك جات لي واحده عندها عيب خلقي، السنان ديت ما اتبدلتش. في النهارده برضو نفس اليوم جات لي حاله ثانيه جايه تعمل فينيرز، كل اسنانها مسوسه وتسوس شديد. يعني التسوس بادي من بره من عند الرقبه بتاعت السنه معدي لحد ورا. وحضرتك دي مستحيل تعمل فينيرز، مستحيل. دي لازم تعمل كراونز، ولازم كمان تعمل تجميل لسه وتطول جسم السنه عشان الطربوش ده يعيش. فالقصه كلها مش العيان يعمل ايه، العيان يقول انا مش عاجبني الشكل، الدكتور بقى يقرر يعمل فينيرز ولا يعمل كراونز. طيب كتير من الحالات تيجي عند محتاجين تجميل، بس ترددهم في اتخاذ قرار انه يروح يعمل تجميل، انه عنده اعتقاد انه مثلا هياخد وقت طويل لانه هيعمل تجميل لفمه كله، هياخد تكلفه كبيره،
هيكلف فلوس كله لانه كل اسنانه هيتجمل. رغم ان في حالات ممكن اعمل تجميل لجزء معين في السنان والامور تمشي، اعمل تجميل جزئي زي ما بيقولوا، هل لابد ان يكون التجميل كلي ولا ممكن يمشي جزئي؟ هو ايه الاحسن انك تعمله كلي؟ يعني الافضل تلبس البدله على بعضها ولا الافضل تلبس ولا تلبس التوب بتاع البدله شكل والبنطلون شكل تاني وفكره تانية وتفصيله تانية والديزاين؟ اكيد اكيد لو لبست الانسامبل على بعضه هيكون احلى. فان انت تعمل التجميل على بعضه ده احلى كتير، ولكن في حالات لازم يبقى التجميل على بعضه ما فيهاش كلام، زي الحالات اللي خلع تحت مع فوق، زي الحالات اللي بتظبط عضه عن طريق التركيبات. دي حالة ممكن نشتغلها مثلا جزئي. ده ولد شاب لطيف وقع دلوقتي موسم السويمينج بولز، ايوه موسم حمامات السباحة، موسم الوقوع، موسم المراجيح. هو ده موسم الجنان. هو ده انا عندي كل يوم عدد من الشباب دوت الحركات مخبوط وهو منزل البسين مخبوط وهو بيلعب مع اصحابه. اللي بيلعبوا كوره ما شاء الله زي ما انت قلت في اول الحلقه موضوع لعيبه الكوره، هو في حاجه ما بينشنوا بالكوره على بق بعض. لا هو الكوره لعبه خطيره. يعني الحمد لله هو مش بينشنوا ولا حاجه، هي لعبه خطيره. طبعا دوت اتخبط، انا فاكره ان دوت كان بيسين، السنتين اماميتين حصل لهم الكسره دوت، الكسره دي مكسوره بالعرض ودي مكسوره بالورب كده. فطبعا الاثنين دولت لازم يتعملوا بشكل بروفيشنال، وعملنا له الاول اشعه مقطعيه، وعملنا له الاول قسنا التفاصيل بتاعه الاسنان هتعملها قد ايه من حيث الطول والعرض، واللي مفقود دوت كان شكله ايه، دي بتعرفها من السنان اللي جنبها وبتعرفها من الاكس راي. وقدرنا ان احنا نعمل له طربوشين الحمد لله، عوضنا بيهم الشكل وما طولناهمش قوي عشان ما يتكسروش مع المستقبل بتاعه، وشكلهم جميل. ولازم طالما هو اقل من 18 سنه يبقى عامل حسابه ان السنان ديت احتمال كبير تتغير بعد 18 سنه عشان شكل اللثه بيتغير بالسن. طبعا اختلفت خالص اكيد. والتكلفه هتبقى محدوده جدا. دي ممكن تشتغلها جزئي، لكن في حالات تجميل مش هينفع فيها الجزئي، زي اللي بتظبط علاقات فكين فوق مع تحت، لا لازم تشتغل الفكين مع بعض. لكن لو حته كده سيلكتد ممكن هتعمل واحده. الفجوات البينيه ما بين السنين وبعضها مشكله المشاكل في العالم كله. والفجوات هي المشكله بتبدا منها كل البلاوي السوداء، يعني فجوه بين السنتين يعني معناها شكل مش حلو، ثم بعد كده بقى تحشير ثم بكتيريا ثم التهاب في اللثه ثم السنان تبدا تلتهب ثم علاج جذور. تحس ان الفجوه دي عامله زي ما بيحصل في الافلام كده، حته تولع وتكر المنطقه كلها. تكر الحته كلها. الفجوات دي قصه مخيفه. الفجوات طبعا من المشاكل الكبيره. احنا اكبر مشكلتين بيقابلوا اي بني ادم هو الفجوات والالم، دول اكبر مشكلتين بيقابلوا، ده طبعا غير التجميل. طيب الفجوات ديت اول حاجه لازم نتعرف سببها، ده اهم حاجه في الفجوات. ايه السبب دوت؟ حصل ليه؟ وكان موجود من طول العمر ولا مش موجود؟ ولازم نعرف علاجه المستمر ايه وعلاجه المؤقت ايه. يعني انا بشوف ناس كتير بتقولك انا عندي جيب فروحت للدكتور عمل لي تنظيف للجيب. لا، هو الاول لازم تتاكد ده جيب ولا مش جيب. الفجوه ديت او الفراغ دوت في خط النص ولا في الجناب، ما بين الضروس ولا قدام، بتفرق كتير جدا. يعني دي حاله زي ما حضرتك كده يعني اتكلمت عليها. بص حضرتك، الفجوه او الفراغ اللي في خط النص ضخم جدا، حقيقي ضخم. طيب دوت حله ايه؟ اول حاجه لازم يتعمل اشعه مقطعيه علشان اشوف العظم اللي حوالين السنان دي، لان انا عندي سنه طويله خالص ونازله على شفته وسنه في مكانها. لازم اشوف مستوى العظم عشان مش بعد ما نشتغل كل الشغل ده نلاقي ان السنه ديت مش واخده enough support من العظم، لازم يبقى في عظم كافي حواليها. وبعد كده هو بنقيس المسافات، نشوف انا دلوقتي عندي الفراغ اللي في خط النص دوت حجمه قد ايه، ساي 2 مللي او سي 3 مللي. طب ال 3 مللي دول لو قسمتهم على السنتين دول يبقى كل سنه زادت مللي ونص.
طيب هل السنه صغيره تستحمل ان ازود عليها ملي ونص ولا كبيره ما تستحملش؟ ليها حسبه كده وبتعملها بقى على 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 بروجرام على الكمبيوتر علشان يقول لك انا هقدر اوزع المسافه دي ازاي. ساعتها بقى هتقول انا هعمل 2 فينير ولا هعمل 4 ولا هعمل 6. طبعا الحاله ديت هي عامله 6. طبعا هي اختلفت اختلاف رهيب. وعلى فكرة الفلق اللي في خط النص دوت أو الفجوة دي كانت مضايقاه نفسيا جدا جدا، لدرجة أنه هو كان ما هو مش قادر يعيش حياته بشكل طبيعي، لأنه هو دايما متصور أن الناس كلها بتبص على الفراغ دوت أو الفجوة اللي ما بين السنتين. دي مشكلة اتحلت في منتهى السهولة، دي اتحلت في 2 فيزيتس، في زيارتين، الزيارة اللي جه فيها وبالصدفة اشتغل على طول، الزيارة اللي بعدها استلم، خلص الموضوع. يعني الحالة دي ما خدتش أفورت رهيب من حيث الوقت والزيارات والرايح والراجع، وجابت نتيجة ساتسفاكتوري جدا جدا. وما يعني ما اعتقدش ان هو كان الموضوع يستحق انه يقعد لحد السن دوت متضايق، كان ممكن يحلها من قبل كده والموضوع يكون بسيط وسريع. اذا كانت الفراغات تشغل حيز كبير من فالتصبغ يشغل حيز اكبر. يعني طب عايزة بس اعلق على نقطة الفراغات الامامية اتكلمنا فيها، فراغات الخلفيه بقى دي لازم نتكلم فيها. فراغات الخلفيه دي معناها ان في يا درس مسوس يا في فراغ طبيعي ما بين درسين. درس مسوس لازم يتعمل له علاج عصب وطرابيش. طب فراغ ما بين درسين ده بيبقى اسمه بوكيت، لو الدرسين سلام لازم يعمل علاج للبوكيت، لان مره على مره الاكل بيدخل يتحشر جوه، فعلا موضوع مؤلم والفيوتشر بتاعه مش حلو. زي ما قلت لك اذا كانت الفراغات مشكله المشاكل فتصبغ مشكله المشاكل الكبيره، لان احنا يعني اعتقد في العالم دلوقتي كمان كل حاجه بتدعو الى التصبغ. الناس بتشرب سجاير، الناس بتشرب قهوه، الناس بتشرب مشروبات ملونات غزية كثيره وملونات في الاكل وفي كل حاجه. فانت طالع دلوقتي موضه الاكل الصيني والهندي، هو ده بيسبخ كمان كله. طبعا كله بهارات صفراء وحمراء بهارات الغريبه بتاعتهم اللي هي بتبقى صفراء قوي دي. ما بحبش انا الاكل الصيني ولا الهندي. هو طالع من انا بحب الاكل الشرقي. دلوقتي الناس كلها طالعه تقول لك اكل صيني واكل هندي. ليه يا عم ماله الاكل مش عارفه البامية. والله مش عارفه ماله الرز مش ما تعيشوا عيشه الناس العاديه. اصل انا مع الناس العاديه بتكلم جد والله، ما نعيش عيشه اهالينا، مالها الباميه والرز بالشعريه ماله؟ لا في نودلز دلوقتي وفي حاجات يا عم. لا ليه ما ناكل احنا ما ناكل يا عم هو في احلى من البسله بالجزر بالرز بالشعريه بحته اللحمه؟ في حاجه جميله صراحه، ما فيش اجمل من صح؟ انا جعان او انا جعان تقريبا. الحاجات دي ما بتعملش تصبغات. طبعا دي كلها حاجات طبيعيه. لكن في بجد موضه طالعه الاكل الصيني والهندي، فعلا هو فيه بهارات صفراء قوي والوان تانية واصلا حاجه على حاجه الكوميديا ان اللي بيتاكل تقريبا ده لا صيني ولا هندي، ده من دماغ الناس. انت لا والله النودلز والله دي لا صيني بجد ان شاء الله. يا بص انا بدقش، اصل انا برضو من انصار الاكل العادي. فانا بالنسبه لي بسمع عنه زي ما بسمع حاجات عارف حاجات خرافيه بالنسبه لي. ايوه وانا برضو الاكل بتاعنا. ايوه الاكل بتاعنا اللي احنا الحمام بتاعنا بناكله هو ده. الجيل الجديد ما بياكلش الكلام ده. لا 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 الجيل الجديد بياكل الاكل الحاجات الغريبه، هما دايما بيجروا على الاغرب. ماشي بس هو يعني الجيل الجديد بياكلوا الحاجات الاغرب، اكل صيني هندي تركي مش عارفه ايه. هو ده سنانه معكوس كلها مصلحه. لا حاسس ان جاب السلسله دي بتوع سنان. لا والله دي حاجه قاسيه جدا جدا. شكلها بيبقى فعلا مؤذي قوي، وبتحس ان الناس كلها مركزه مع التصبغ ده. دي حاله هي مش تصبغ، هو في عيب خلقي في السنتين الاماميتين مخلي ان الطبقه الزجاجيه اللي ربنا خلقها على الاسنان مش موجوده، فبتخلي انت بتبقى شايف طبقه المينا اللي ورا الطبقه الازاز، فالسنتين دول او السنان دي بتاخد اللون بمنتهى السهوله من الاكل ومن السجاير ومن الشرب القهوه والكلام ده كله. علشان نعالج بقى التصبغ ده العلاج بتاعها في منتهى السهوله. اولا التصبغ بينقسم لحاجتين، تصبغ اسنان وتصبغ لثه. اول حاجه لازم تعرف سبب الصبغه دي ايه. لو سبب الصبغه ان الطبقه الزجاجيه اللي في الاسنان ديت مش موجوده
الحالة ديت بتتغير من فينير لكراون. طيب لو القصة كلها قصة لون متاخد على الأسنان من برة، دي بتتنظف الأسنان، ممكن تعمل لها فينيرز وبتجيب نتيجة حلوة جدا. فده بالنسبة للتصبغات. يعني بص حضرتك، انت لو بصيت على الحالة دي هي كده مش تصبغ، هي يعني انت كده جبت الزيرو، جبت من الزيرو خالص، وابتدينا حياة سعيدة من الأول خالص كأن ما فيش أي مشاكل. بلس التصبغات بتاعه اللثه، تصبغات اللثه برضو من الحاجات اللي بتضايق الناس كامل وبتبقى ملفته، وبالذات الناس اللي لما بتيجي تضحك عندهم ابتسامه لثويه بيبان جزء كبير من اللثه وهم بيضحكوا. دولت بقى لو عندهم تصبغات بتبقى باينه جدا جدا. فالتصبغات لازم تتعالج يا اما على الاسنان بفينيرز او كراونز، يا اما على اللثه، ودي بتعالجها بجهاز ليزر بيبقى زي الفرشه كده بتاعه الرسم، تدخل تشيل كل التصبغات ديت كانك بتمسحها كده من على اللثه، بتجيب نتيجه حلوه جدا. اعوجاج السنان، اعوجاج السنان كمان تزاحم السنان مع بعضها، دي مشكلة مزعجة للغاية. بس هو سؤال، لما بيكون في اعوجاج في السنان أو تزاحم، نقدر نتعامل معاه بالفينير منطقيا؟ يعني أنا لما حد يسألني السؤال ده أقول له لا صعب، الفينير إيه؟ الفينير عايزة حاجة متظبطة وبتاع وأحط أنا، لكن أنا أحط لا هنا كراون بقى، أنا أعمل كراون عشان أنا أعرف أرستق الأمور يعني. فأنا بكوب إجابة تلقائي. طيب هو إجابة حضرتك صح؟ لان طبعا خبرتك كبيره في طب الاسنان. انت شكرا. طول النهار قاعد مع دكاتره سنان. تأجير طول النهار معك مع الناس كلها. بص حضرتك، الفينيرز عشان نكون فرانكلي سبيكينج ما بتعملش اي حاجه سيفير او ما بتعملش اي حاجه جامده. يعني انت عايز تدي تقفل بيها فراغات ما بين الاسنان، ما ينفعش تبقى الفراغات دي كميتها كبيره، لازم تبقى فراغ بسيط قوي عشان تقدر تقفلها بفينيرز. طيب لو كتير يبقى هتقفلها بكراونز. طيب لو عندك مثلا اي تراكب في الاسنان، يعني سنه طالعه وسنه داخله، على حسب لو هما الاثنين في نفس اللاين هيتعملوا بفينير. طب لو هما الاثنين مش في نفس اللاين، يعني واحده كده واحده كده، خلاص ديت هتبقى علاج عصب وطربوش عشان اقدر اسويهم ببعض. ولازم الناس تكون متوقعه لو في تسوس، لو في عيب خلقي في تكوين الاسنان، لو في فراغات كبيره، ابعد عن الفينيرز خالص، يبقى الحاله دي خلاص بقت كراونز. كراونز هي حل جميل للاسنان اللي اوريدي سليمه، مش للاسنان اللي فيها بيج بروبلمز خالص. اللي فيها بيج بروبلمز حاجه تتجه على طول لعلاج العصب. ليه؟ او لعلاج العصب والطربوش اسفه. ليه؟ لان كده هتضطر تبرد منها اكتر علشان تساوي اللي طالعه بره ديت، هتضطر ان انت تاكل منها شويه عشان ترجع لورا، واللي ورا هتاكل منها من جوه شويه عشان تطلع لبره. فعشان تقدر تساويهم في الاخر لازم هتوصل لنقطه العلاج العصب والطربوش. ليه علاج عصب؟ لان البرد الشديد دوت لازم هيكشف العصب، فبدل ما احنا نسيب المريض لحد ما يتألم ويجي يقول انا تعبان وحصل لي وحصل لي، لا الموضوع ابسط من كده خالص. موضوع قبل ما يحصل الموضوع دوت، دكتور التشخيص اللي موجود عارف المشكله ديت هتحصل، يبقى قبل ما تحصل يكون مأمن المريض ما تحصلوش. النهارده انت عارفه انت قلتي كلمه اللثه كم مره؟ كتير. ايوه قوي. يعني اللثه، يمكن الحلقه عن الفينير انت عماله تقولي لثه 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 لثه، ما حدش بيديها حجمها والله. انا اكتر واحد على فكره مهمه رايي انها تتعمل بيها اعلانات مهمه والله، يعني تعملوا اعلانات كده في بق المريض، في بق المريض اللثه والتقويم الفرعين في طب الاسنان اللي مش واخدين حجمهم. في فرع ثالث ده ممكن نعمله سلسله حلقات يعني مضخمه مفخمه. ايه هي بقى الفرع الثالث؟ طبيب مضخمه مفخمه. ايوه. طبيب التشخيص، محدش عارف ان في فرع في طب الاسنان اسمه فرع التشخيص. الناس كلها تقول لك ايه ده دكتور جراحه، ده دكتور علاج عصب، ده دكتور تركيبات، ده دكتور ايوه فين دكتور التشخيص بقى؟ لا ننكر اي تخصص في طب الاسنان، عشان انا بحب في تخصص الأسنان. التشخيص والله العظيم في لا تخصص تخصص يعني والله جنب والله. التركيبات هو ما والله العظيم والله تخصص. والله تلاقي مكتوب عليه ماجستير تشخيص والله العظيم. وامراض لثه تشخيص واشعه تشخيص وكذا، دايما بيتاخد التشخيص مع حاجه تانية من فروع التشخيص. يعني هو هيشخص بايه؟ باشعه.
هيشخص ايه؟ امراض فم، فدايما تلاقي ده مع ده وده مع ده، بس التشخيص ده والله العظيم فرع وليه قسم على فكره، وليه رئيس قسم والله، بس الناس مش عارفه ليه معدياه. ده قوي جدا على فكره. وعايز اقول لك ان اذكى واحد هو دكتور التشخيص. اذكى واحد، اذكى واحد، اكتر واحد عارف المشكله جايه منين، او انا ده ويديك بلان، يديك بلان بالظبط، يديك بلان ايه، بلان بي، ومسؤول وهيحصل الكلام ده. مش زي يعني مثلا ايه، مش تسمع كتير واحد يقول لك ايه ده انا رحت وعملت علاج عصب وبتاع وبعد كده اللي حصل مشكله في الضرس واتخلع، اصل المفروض ما كناش نعمله علاج عصب. تلاقي واحد مثلا يقول لك ايه انا عملت تركيبه والتركيبه ديت بتقع مني كل شويه وحصل لي مشكله كذا. عارف المشكله ديت مشكله ايه؟ مشكله اللي شخص من الاول، اللي شخص من الاول شخص غلط. فدكتور التشخيص ده هو اذكى واحد في المنظومه اللي هتشتغل للمريض. مش معنى كده التانيين وحشين، لا، هم كلهم اقوياء وكلهم كويسين، بس اللي سايق المركب، اللي شايف، هقول لك زي ايه، اللي ماسك التلسكوب وبيبص على المنظومه كلها، هو ده دكتور التشخيص. طيب دكتور علاج العصب، لا، هو شاطر في علاج العصب بتاع الضرس ده اللي انت قلت له اعمله. طب دكتور الكراون، هو شاطر في الكراون، هو ما بصش ولا هيبص على بقيه البق. طيب مين بقى اللي ماسك التلسكوب وعمال يقرا كل التفاصيل ويقول لك لا ده تخلعه وتزرعه، لا ده تعمله كذا، لا ده لازم يتعمل كذا. السؤال اللي انا عايز يعني انور بيه كلامنا بقى، يعني لازم زي ما بقى كده في افلام الرعب، لو انت دخلتي مكان ضلمه فجاه ينور لمبه نيون كده باعلان كده يقول للانسان لماذا يتخوف البعض والكثير من الزراعه، لماذا تخافون من الزراعه، الزراعه مش مخيفه، الزراعه حلوه والله. اه والله، في ناس اول لغايه دلوقتي 2024 اهو تقول لهم زراعه، يا خرابي زراعه يا عم، لا يا عم. بسمعها برضو، بسمعها بس مش كتير، بس بسمع. عارف الفكره فين؟ الفكره في ان المتضرر صوته عالي، بمعنى كلنا بنسوق عربيات صح؟ طيب مين ساق عربيه وعمل مشكله كبيره وفقد حاجه مهمه؟ هو ده اللي صوته عالي، هو دوت اللي الناس هتنزل تصور والسوشيال ميديا ينزل يصور حادثه على الدائري حصل فيها كذا وكذا وكذا، فانت من جواك بقى ايه؟ لا الدائري ده السوق فيه مشكله، لا المشكله الحته ديت فيها قلق، الحته خلاص انت دماغك ربطت ما بين السواقه مثلا على الدائري والحوادث. زي بالظبط الستات اللي بتولد وبيحصل لها مشكله كبيره جدا في الولاده، فالناس كلها فترجع تزعق وتقول حصل لي وحصل لي وانا انصبت وجرالي وجرالي. طب ما قدامها في 6 مليون واحده ولدت وهي قاعده في البيت عادي، مش اي مشكله خالص. بس هو كل مشكله المتضرر صوته عالي، بيبقى بيلفت النظر حواليه، لكن الحقيقه لا، هي بروسس عاديه ما فيهاش اي مشاكل. المشاكل نسبتها قليله، هو في مشاكل بس نسبتها قليله جدا. ناس كتير قوي قوي، يكاد كل الناس عامله زرعات وما فيش لهم صوت خالص ولا ما فيش اي مشكله خالص. ما هو حضرتك مش المنطقي ان انت لما تعمل حاجه كويسه في اسنانك هتمشي تقول لكل الناس اسكت، مش امبارح عملت زرعه والحمد لله ما خدتش مسكن والدنيا ماشيه كويسه جدا والدكتور دوت ممتاز وحصل وحصل وحصل. ده مش هيحصل. بس امتى بقى هيحصل؟ لما الناس هتيجي تلاقيك قاعد في شغلك ومصدع وعمال تاخد مسكنات وعمال نايم على راسك كده، في ايه؟ ده انا عملت زراعه امبارح، ده انا عملت، فهو ده الصوت العالي. فانت عملت طاقه سلبيه جامده جدا، فالناس كلها ركزت ان فلان تعبان يبقى الزراعه ديت هي اللي تعبان، لكن الحقيقه في ملايين عامله زراعه ما فيش منها مشاكل خالص. فالقصه هي زراعه فعلا مش مخيفه، بس هي فرع من فروع الطب التي لابد ان يبقى فيها بروفيشناليتي. كتير من الناس عندها سنه مفقوده في جزء مش باين، اتنين، واحده يمين واحده شمال، ولما بيجوا يضحكوا بيضحكوا بفتحه بق صغيره بضحكه مميزه. أيوة يعني او حتى يضحكوا يفتحوش قوي يعني. وممكن ما يضحكوش يعني، خلاص يترجموا نفسهم بجد يعني، تلاقي الضحك على طول كده، ده ضحك، ده ضحك الناس. فدي نصيبه سوداء يعني، الناس مش عارفه خطوره ترك مكان من غير سنان.
المشكله مش في الضحكه بس، الضحكه دي اقل حاجه، ممكن تضحك يعني على مهلك، ما تضحكش قوي يعني، بس في مشكله اكبر من كده، مشكله الاكل دي مشكله كبيره جدا، مشكله العلاقات يعني السنه اللي قبلها واللي بعدها هتغير مكانها، واللي قدامها في الفك المقابل هتغير مكانها. ليه؟ لان الناس مش فاهمه ان السنان عندها tendency to tilt. يعني ايه؟ يعني عندها قابليه انها تميل، فحضرتك عشان تميلها هتبقى شايل حاجه عشان تلاقي مكان تميل فيه، فاول ما تشيل هيبدا اللي قبلها واللي بعدها يميلوا، واللي فوق هيبدا ينزل، او اللي في الفك المقابل يبدا يرتاح في مكانه. دي اكبر مشكله، هتلاقيه زي الخيط اللي بيكر، تلاقي نفسك واخد من هنا ومن هنا ومن هنا، والدنيا في الاخر باظت، وهتوصل للست القمر دي اللي هي مفيش في بقها اي حاجه خالص. بتكر المساله. طبعا بتكر. ممكن تبقى حاجه بسيطه وسحبت معاك بقت مشكله كبيره، وفي الاخر بتوصل لايه؟ على فكره الست دي مش كبيره، الست دي خمسينات يعني، مش كبيره لهذه الدرجه خالص يعني. طبعا احنا وصلنا ان احنا زرعنا فكين، عملنا زراعه لثه، زراعه اسنان، عملنا الشغل دوت كله، واحتاجت كمان لزراعه عظم لانها ما كانتش مهتمه بموضوع الزراعه دوت، لحد ما العظم نفسه اتبرى واتاكل، فاضطرينا ان احنا نعمل كمان زراعه عظم، فالموضوع خد وقت جامد يعني. حتى الناس بص هنا والله ما شاء الله هتلاقي حتى ضحكتها حلوه، الاول كانت تحس انها متضايقه كده وحزينه. الفكره كمان الناس مش عارفاها يا دكتور ايمن، ان اللي بياكل على ضراديره، زي ما كنا بنسمع كلمه ضرادير زمان، اللي بياكل على ضراديره اللي هي اللثه بيخسر العظم. يعني القصه في ان انت بتنزل فورسز على الاسنان متتاليه بتخسرك العظم، فدوت حاجه مش جميله يعني. حتى لو الواحد فقد اسنانه يروح يركب بسرعه او يروح يزرع بسرعه، ما يفضلش لحد لما ياكل على العظم، لما العظم نفسه يتهري. يعني انت بتعمل كده، انت بريت العظم، بتيجي بقى بعد كده تاخد القرار، بتكون دخلت خلاص في زراعه عظم، دي حاجه مش كويسه. يعني حتى اللي فقد اسنانه يحاول ان هو ياخد الخطوه بسرعه. دايما لما بتاخد الخطوه بسرعه انت المستفيد، ودايما لما بتحافظ على اسنانك انت المستفيد. يعني مثلا احنا عاملين فينيرز او عاملين زراعه، مش عاملين اي حاجه في اسناننا، بس عايزين نحافظ على اسناننا، في لازم تروح للدكتور مره كل سنه او كل 6 شهور، لازم تعمل علاج للثه كل 6 شهور او سنه، ما تسيبش الامور تبوظ لحد لما تبقى السنه ديت اتحولت من سن حشو عادي اتحولت لعلاج عصب، بدل ما انت كان ممكن في يوم من الايام تعمل فينيرز انت حولتها لكراونز، بدل ما انت سنة ممكن ان انت تعمل فيها زراعة عظم او تحسن وضعها او تقلل التآكل العظم اللي فيها، وصلت ان السنة ديت بقت خلع. فلازم الواحد يوصل انه يهتم بصحة الفم، لان ده اللي هيخليه ما يدخلش في مغارات كتيرة. نورتي وشرفتي. ميرسي يا دكتور ايمن. ضيفتي العزيزة المبدعة دائما دكتورة اسراء السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان، صاحبة الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان من جامعة سيفيا، الاسم القدير وواحدة من نجوم عالم طب الأسنان في مصر، أكيد أبدعت في توصيفها لقصص مثيرة جدا ومهمة، ما بين تجميل، زراعة، التركيبات، تقويم، عالم الأسنان عالم مثير، هدف في النهاية صحة الفم والأسنان، وصحة الفم والأسنان دي تبدأ بها صحة الإنسان. صحة الفم والأسنان كويسة كل حاجة تمشي كويسة، صحة الأسنان والفم مش كويسة هتلاقي مشاكل عديدة كبيرة جدا وضخمة للغاية لازم نتنبه ليها. خلي بالكم إن الأسنان تقع في مثلث الخطر، في مثلث خطر في جسم البني آدم، في الوش، عارفين الترينجل الدينجرس ترينجل ده، يعني ده أهو ده داخل فيه أهو، هو ده الإنسان في هذا الترينجل، لو أصيب أي عدوى سهل جدا أنها توصل للمخ، سهل جدا. هنا القصة لازم تنتبهوا ليها جدا، هنتكلم على مثلث الخطر بالتفصيل بعد كده، لكن نورت يا دكتور. ميرسي يا دكتور أيمن، خليكوا دايما مع الناس الحلوة.